نقلت عمليات جماعة الحوثي في البحر الأحمر ملف السلام في اليمن من حالة محلية إلى إقليمية ودولية تتداخل فيها مصالح الدول القريبة والبعيدة. وبعد أن كان التوقيع وشيكاً على ما عرف بخارطة السلام الأممية بين جماعة الحوثي من طرف والسعودية والحكومة الشرعية من طرف آخر، بات اليوم مرهوناً باشتراطات أمريكية عديدة، أهمها إيقاف العمليات العسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن. لكن جماعة الحوثي منذ بدء عملياتها رفضت الاشتراطات الداعية لإيقاف عملياتهم وقررت التمسك بها رغم الضغوط، حتى وإن أدت لعرقلة ملف السلام مع السعودية وإيقافه كما ظهر في تصريحات قيادات الجماعة. غير أن شبح عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يدفع الأطراف حسب مراقبين إلى إعادة النظر في مواقفها وتبنيها نهجا أكثر مرونة في المفاوضات، وهو ما بدا في تصريحات جديدة لرئيس لجنة شؤون الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى، والذي أكد الاستعداد لتنفيذ كل الاتفاقيات برعاية أممية دون قيد أو شرط. وعلى النهج ذاته تؤكد تصريحات القيادي في الجماعة حسين العزي أن صنعاء والرياض قطعتا شوطاً مهماً على طريق السلام، مشيراً إلى أن العاصمتين تظهران تصميماً مشتركاً على إنجاز ما وصفها بالغاية النبيلة. يكشف الخطاب الجديد لجماعة الحوثي عن تغير استراتيجي في موقفها من السلام، وتشير بعض المصادر إلى إبدائها مرونة في عدة اشتراطات لطالما تمسكت فيها بالمفاوضات السابقة، وعلى رأسها ملف المرتبات، وهذا لا ينطبق على ملف العمليات في البحر الأحمر والتي لا تزال السبب الأهم لتأخر توقيع الاتفاق. أما في الرياض فلا يختلف الموقف كثيرا، وتهرول السعودية رغم تكبيلها بالضغوط الأمريكية إلى السلام مع الحوثيين، يدفعها الخوف على مصالحها الاقتصادية في رؤيتها القادمة والرعب من تكرار مشهد احتراق أرامكو بصواريخ الجماعة. وأيا كانت الدوافع، فالأهم منها هو تجاوز الأطراف لنقاط الخلاف ومضيها في خطوات جادة لإنجاح عملية السلام في البلد المنكوب، ووضع حد لأزمة وصفتها الأمم المتحدة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.